كلمة بغاش دري يعني واحد ما تساليش واحد عنده بروبليم في فلانستري قال لي خصك تكون شي حاجه ان شاء الله نلقى فيها راحتي ونعطيك بالنسبه للدراري صافي في مزال ديال الطاسون انت عارف الموف ديال قنيطره وانا كنسمعوا فيها كاع لي بون بغلي كنعرفوا فهمتي باش ما يقولكش هو جوستومون اللي كتسمع ديرنيير فوا تي لوح و تي لونسي ماشي ضروري قديم ماشي ضروري البوم اي حاجه بالرفرا نعيط لمنصف الدري على حسابي هذاك عيط خصها شي حاجه زوينه بالنسبه للافرو راه غيلعب اسامه بلا كي اي اولد سكور راه غيلعبوا بالنسبة للأفرو خليه لي أنا شي حاجة السيل جديدة شوية في قنيطرة عنده شي حاجة إن شاء الله طريق شنو قصة شفت كريسة واسكوس راك عارف عارفين دابا كاين الفيلم راك عارف الهج شنو كاين في الفيلم هو ميلودي وحدة تخرج منها كاع لي ستار تخرج منها التراب تخرج منها الأفرو الأسامة بلا إي كي إي تخرج منها أولد سكول أسامة فلو السيل بانجر تشيزي ديالنا وتخرج منها واسكوس حرك الموفمون باش كتشوف اللور بزري معنا وزيد خدم غنشقو البحور حرك الموفمون حرك الموفمون حرك الموفمون حرك الموفمون ياك الباسي دار شوفو شنو غنديرو ويلا كنتي مكان هنايا البريميرو غير اجي دير انجاز سمالك كفو فريرو هداك اللي فاز لبس الماز تا هو بدا من زيرو يلا فيق من الناس اشيري تروح لماليها ولا لي فران كلشي دابا بقى لنا الفيديو غنعطيو حنايا الياس قراري هو اللي خدم لينا ديك الساعه الفيديو قراري برودكسيون الياس غادي يسرع لكم ياك غادي يسرع لك الخدمه تعاونوا مدينة كامله بوني انا بوني المهم لك الدور الكونسيبت انا الاوديو بالنسبه لينا راه كملنا هنا غادي كلشي مريض نجلسوا معاه بروبوزيو عليه ليدي وفوالا نشوفوا نشوفوا شنو على مولاه توكل على الله الياس فين حبيب بخير لبس عليك صحيحة مع الوقت اخويا في انت ديسپونيبل عجبتك واحد العصابة وي كاين واحد البروجي وانا ندوز معاك حتى ان شاء الله نبروبوزي لك دي تروك حنا راه الاستوديو ديالك لكن انت قريب ما كرهناش نشوفوك اخويا الياس ولي صافي شوف بعد يلا حنا اون فاس جوست اون فاس الاستوديو يلا اوكي هو جيك مرحبا انا اخويا
ان شاء الله غتكون شي حاجه كبيره اكيد كبروا الكونسيبت تاعي الله يرضى مرحبا دابا علينا على الخدمه ان شاء الله توكل على الله ان شاء الله هذا الاسبوع واش دير هذه الاوديو على ماركتينغ مرحبا صافي نخدموا ان شاء الله عندي في السوق ان شاء الله ان شاء الله عندي في السوق مرحبا مرحبا
خوت حرك الموف ننتظروا ان شاء الله شي حاجه توب دي توب جمعنا احسن الروابط اللي عندنا في قنيطره وكنعمل مشترك بين كوراري برود والشباب ديال قنيطره ان شاء الله ننتظروا هذا الجديد غادي يعجبكم بزاف تبارك الله عليكم حرك الموف السلام عليكم معكم الله زد المايك عندنا معكم منين من فوسط لا فامي ديال كوراري برودكسيون هذه المره ماشي فيلم ماشي فلوغ ولكن واحد من الحمل غادي تكون ان شاء الله توب تو توب تو توب كلشي يكون حاضر ان شاء الله حرك الموف في قنيطره كما قال لكم الياس كيب دونك الناس اللي بارتيسيبون اللي كانت معايا بحال هكا لقينا ترحيب كبير من عند الياس كوراري باش هو ان شاء الله يتكلف في الكونسيبسيون اللي خلاه يكبر وخلاه يكون ناجح ان شاء الله خدمه عالميه لا او نيفو دو سون لا او نيفو ديال حتى لا فيديو شي حاجه دو توب بون ما نحرقش لكم الكونسيبت حرك الموف خليكم سيادنا السلام عليكم معكم الياس كيب رابور من مدينه قنيطره اليوم بغيت نقول لكم باننا خدمنا واحد البروجي اللي سميناه حرك الموف اللي عباره عن فيديو كليب فيه دراري ديال قنيطره كيخدموا الهيب هوب افرو اي حاجه غتسمعوها في هذا البروجي هذا كوراري برود الاوديو كاين ازدو مايك الياس كيب وسامة بلا اي كي اي وسامة فلو ومنصيف شي حاجة بوم حرك الموف ولا حبس الله السلام عليكم معكم وسامة بلا اي كي اي من مدينة قنيطرة جمعنا احنا والدراري هنا عند كوراري برود باش ندير واحد الكونسيبت زوين بغينا نحركو الموف في قنيطرة حيت شفنا ناس كنشوفكم عزلنا وكليب السلام عليكم معكم وسامة فلو من وسط كوراري برودكشن تنقول لكم حرك الموف راه جايه وجايه موجه كبيره ديال بصح فيها دراري واصلين ديال بصح في هذه المدينه هذه بغينا كل شيء يحرك معنا الموف